يسأل: هل اتهم أحد من الصحابة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا؟ نعم، قد حصل أن اتهموه بذلك. اتهمه أربعة في زمن أمير المؤمنين عمر بهذا، فدعاهم عمر، فثلاثة تراجعوا وقالوا: ما رأيناه يزني. والرابع وهو أبو بكر، نعم، قد ثبت أن ثلاثة اتهموا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، وكان معهم رابع أيضا، فاستدعاهم عمر الأربعة، فأقر ثلاثة أنهم رأوه يزني، وأما الآخر فقال: أما الزنا فلم أره، لكن رأيت منظرا بشعا. قال: رأيت منظرا بشعا. فجلدهم عمر الحد الأربعة الثلاثة عفوا، وحثهم على التوبة، فرجع اثنان منهم وكذب أنفسهما، وأبو بكرة أصر على موقفه، فلم تكن تقبل له شهادة بعد، والله أعلم.